طيب لو فرضا انا يعني في بيئة حواليا او في مكان شفت حد كده، حد ميوله بتتجه للاتجاه ده، وممكن هو صارحني لو مثلا احنا قريبين من بعض فصارحني بحاجة زي دي، وانا عايزة ان انا اساعده، جميل. اساعده ازاي؟ اخليه يعني يحيد عن القرار الغلط ده ازاي ويرجع تاني للصح؟ ده سؤال جميل يا آلاء، وخلينا علشان نجاوب على سؤالك نفرق ما بين حاجتين. خلينا نفرق ما بين الميل القلبي أو الشعور أو التوجه اللي ممكن يكون جوه بعض الناس نتيجة ميل أو انجذاب لنوع معين من الناس، وما بين الفعل نفسه اللي فيه العلاقة الجنسية اللي الشرع والدين حرمها. يعني مثلا لو هنفترض ان انت تعاملتي مع حد من الناس وجي يقولك انا عندي ميول لنفس نوعي، بنت مثلا بتقولك والله انا عندي ميول لنفس نوعي ومش حاسة بانجذاب للنوع المغاير او للرجالة ومش حابة ان انا اتجوز في النهاية راجل، احنا بنتعامل مع ده ازاي؟ اولا لو الموضوع زي ما انت بتقولي هو مجرد ميل لنفس النوع لكن لسه لم يتطور للفعل الحرام او للفعل الشاذ، والشخص ده ما طلعش عبر عن نفسه او جاهر وقال والله انا هي دي ميولي او هو ده توجهي او هي دي هويتي، في الحالة دي انت من حقك ومن واجب الاخوة والنصيحة ان انت بالفعل تبدأي تنصحيها. طيب هتنصحيها منين؟ اولا ان احنا بين الحكم الشرعي انه الانسان احيانا قد يعذر على مجرد مشاعره القلبية، يعني من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا ان هو ممكن يسامحنا لا يعاقبنا بسبب الميل او المحبه اللي جوانا لشخص معين سواء كان من نفس نوعي او من نوع مغاير. لكن الشرع بيعاقب على ايه؟ على الفعل. بيعاقب على الفعل، يعني دي النصيحه الاولى. الحاجه الثانيه ان انا ممكن انصحه بالتوجه للطبيب. في بعض الاطباء النفسيين النهارده في مصر ممكن تساعد في علاج مثل هذه الميول، فحتى لو الميل او الشعور اللي جوايا ده انا مش قادر اغيره او حتى الدكتور مش هيساعدني في تغييره، لكن هو على الأقل يقدر إن هو يرشدني إن الشعور أو الميل اللي جوايا ده ما يترتبش أو ما يتطورش إلى فعل محرم. ده معنى مهم. النصيحة رقم ثلاثة، ودي أهم حاجة أنا حابب إن أنا أقولها لكم وأقولها للمشاهدين، التحذير الشديد من المجاهرة بالمعصية، أو مش بس المجاهرة بالمعصية، المجاهرة بالإعلان عن هذا الميل إلا لو في حد هيساعدني. أنا بشكركم، يعني شكرا جزيلا.